بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصحابنا ومتابعينا. إن شاء الله النهاردة نقدم لكم مقطع مميز جدا لغرفة نوم كلاسيك على الطراز القديم. طبعا غرفة النوم ما شاء الله يعني فيها شغل عالي قوي، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الدولاب، دولاب 6 غرف، مش معمول ساحات طبعا ولا جرار على النظام القديم، معمول بقى اللي هو العقب على النظام القديم. يعني الدولاب ده كل ضلفتين مع بعض، 2 يمين و2 في النص و2 في الشمال، 2 مع بعض و2 و2. الغرفة دي ملزوقة قشرة باليساندر. طبعا القشرة باليساندر دي تحركه أكيد عارفينها، يعني مشهورة جدا. طبعا القشرة متخدمة كويس جدا، واخدة باليسر، واخدة بوية عالية قوي طبعا عشان التراب والمزانق طبعا ما تخزنش. طبعا احنا عاملين المناطق السادة قشرة باليساندر والأويم. القيم عاملينها طبعا بني عسلي، طبعا بني عسلي ده في المناطق برضو اللي هي السرحة، والمزانق طبعا متحبرة نظام تحبير زي ما حضراتكم شايفين. شايفين يا جماعة الخدمة في المزانق كلها، ما فيش أي منطقة تجمع تراب خالص. يعني في ناس كانت بتحب الغرف دي بس بتبعد عنها عشان التراب، بس طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده كل المناطق الفاضية، كل القيم والمزانق واخدة تشطيب عالي قوي، يعني واخدة بوية تقيلة ومتخدمة بالياستر وسيلر كويس عشان ما تجمعش اي تراب وتبقى سهلة في التنظيف. وطالما هي ناعمة كده، مجرد ما تخبط عليها بأي كهنة او حاجة بتنضف معاك على طول، او بالفرشة يعني. دي التسريحة هي معمولة نظام بانوراما. طبعا التسريحة البانوراما دي بتبقى نظامها بتعمل لها علبة كده زي الدولاب، وبتحط التسريحة فيها في النص والإزاز. دي التسريحات في النص 2 كومودينو وعليهم قرص أرابيسك. معمول بقى البانوراما فوقيا، طبعا البانوراما ديت جنبين مع القرصة، تبقى جميلة جدا. طبعا طبعا احنا مطعمينها برضو بأرابيسك، برضو البانوراما واخدة نفس الشكل اهي برضو. ده جنب التسريحة اهوت من بره، طبعا جنب مفتوح ومعمول فيه ازاز زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الازاز برضه مرسوم كمبيوتر دوت، هقرب لكم اهوت. الازاز برضه مرسوم كمبيوتر اهون، واخد طبعا شكل جميل وعليه قيمة برضه اهون ما شاء الله. يعني الأوضة غرقانة قيمة يعني ما شاء الله. طالما القيمة متخدمة كويس ومدهونة واخدة باليسر، ما تحملش همها خالص يعني في التنظيف وفي المسح. هقرب لكم الصورة اهوت من ال هقرب لكم الصورة من الأرابيسك برضو عشان تبقوا شايفينه كويس، لأن الأرابيسك طبعا لما بيدخل في أي شيء بيدوله شكل جميل جدا. يعني الأرابيسك ده من أجمل الفرم. أقول له أهو، طبعا هو طبعا أنا معاكم إن هو يعني رخم في التنظيف شوية ومش كويس، بس لو متخدم بويا خلاص ما تحملش همه خالص. يعني ده الإزاز 8 مللي أهوت برضو، ومعمول ببروز عشان يدي مساحة. ده زي ما قلت لحضراتكم اللي هو العسلي، العسل ونظام تحبير برضه. يعني الغرفة بصراحة فيها شغل جامد قوي وشكلها حلو يعني بصراحة. دي التسريحات، هوريكم السرير حالا. طبعا الكومودينو بتاع الغرفة هو نفس الشكل الكومودينو ده يعني بتاع التسريح، يعني كومودينو التسريح ده هو نفس شكل الكومودينو بتاع هو باين اهو طبعا في السرير اهو. يعني طبعا الغرفة ده ما عرفناش نصوره، ده السرير. طبعا عن كمية الشغل اللي في السرير يعني مش هكلمكم، يعني الصورة بتتكلم عن نفسها، التفريغات ونظام الأرابيسك المصدف، يعني الشغل جميل جدا. وده الدولاب تاني اهوت بقى، هوريكم بقى المزانق ازاي احنا مدين لها بس بالياستر ومتخدمه كويس وناعمه. يعني هقرب لكم الصوره اهوت للفرم عشان تشوفوا كميه الدهان والتخديم اللي في الغرفه. يعني زي حضراتكم شايفين اللمعه، عين لمعه عاليه جدا، يعني حتى السيراميك باين اهوت في القشره يعني شوفوا بقى، هقرب لكم اهوت من القيمه اهوت عشان تشوف بس ازاي الغرفة متخدمة وناعمة ومفيش فيها اي مشاكل في التراب ولا الكلام ده. شايفين حضراتكم اللمبة اهي وكل الشيء متخدم كويس جدا، وده حتى المزانق اهي. يعني مفيش اي منطقة لتجميع التراب خالص، يعني لان الغرفة متخدمة كويس، مجرد ما تمشي عليها فرشة او كونة تنضف معاك على طول. يعني كل القيم اهيت، ودي حتى القيم في الدولاب من فوق. طبعا الغرفة فيها شغل عالي قوي قوي ما شاء الله. يعني طبعا بقى انا هسيبكم مع الغرفه، ويا ريت لو السيراميك يا جماعه باين اهوت من شده اللمعه. لو في اي تعليق ان شاء الله يعني هرد عليكم، لو في اي استفسار برضو، ولو حابين تعرفوا السعر ولا اي شيء برضو اكتبوا لكم في التعليقات. طبعا ما تنسوش اللايك، لان اللايك بيدعم الفيديو جدا وبيسبب انتشاره. فما تنسوش اللايك، ولو في تعليق يبقى اكون شاكر لكم طبعا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.